الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل. لقاء هذا اليوم عن تفسير حلم النوم بجانب الميت، النوم بجانب الميت على السرير أو في أي مكان. هنتعرف عن هذا بالتفصيل، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار، وجزاكم الله خيرا. إذا رأى الشخص الحالم أنه ينام بين مجموعة من الأشخاص الأموات، دل ذلك على أنه سوف يسافر إلى بلاد بعيدة، ولكنه سوف يسوء دينه ويخالط الكافرين ويفسد حاله. رب احفظنا. رؤية الفتاة العزباء في الحلم لشخص متوفى يريد أن يأخذها معها وهي موافقة على ذلك، رؤية تدل أن الرأي في موضع اختبار من الله، وسوف تصبر وتنجح في اجتياز هذا الاختبار. أما إذا رأت المرأة المتزوجة في الحلم أن شخصا متوفى يريد أن يأخذها معها وهي غير متقبلة ذلك، تفسير تلك الرؤية على أن أحوال المرأة ستتغير للأحسن والأفضل. ومشاهدة المرأة المطلقة في الحلم لصديقتها المتوفية وأنها تذهب لزيارتها لتجدها ما زالت حية وتجلس معها وتتحدث، وكانت المرأة المطلقة تشعر بالسعادة، فهذه الرؤية تبشر الرائية بالخير والفرح وأن حياتها ستتغير للأفضل خلال الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. رؤية الفتاة التي لم تتزوج لأخيها الميت بجوار قبرها حي ويظهر على وجهه علامات السعادة والفرح، دل ذلك على أن الرائية ستحقق أمنيتها وستحصل على ما تسعى إليه. وإذا رأت السيدة المتزوجة في الحلم لوالدها الميت وكان ما زال حيا وينظر إليها ويبتسم ويظهر على وجهه الفرح والسعادة، دل ذلك على حمل المرأة قريبا. ومشاهدة المرأة المطلقة في الحلم لصديقتها المتوفية وأنها تذهب لزيارتها لتجدها ما زالت حية وتجلس معها وتتحدث، وكانت المرأة المطلقة تشعر بالسعادة، فهذه الرؤيا تبشر الرائي بالخير والفرح وأن حياتها ستتغير للأفضل خلال الأيام القادمة. رؤية الشخص في منام لوالدته المتوفية تسأل عنه، فالرؤية تبشر الرائي بالتخلص من مشاكله وهمومه وأحزانه، وستصبح حياته هادئة ومستقرة. ورؤية الميت يسأل عن الحي في الحلم، وكان الشخص المتوفى يبدو عليه علامات الفرح والسعادة، دل ذلك على أن الشخص الذي يسأل عنه يتذكر الشخص المتوفى دائما بالدعاء والصدقات، والشخص المتوفى سعيد بذلك جدا. أما في حالة رؤية الشخص في الحلم أن شخصا متوفى يسأل عن شخص معين بالاسم، فالرؤية تدل على أن الشخص المتوفى يحتاج الصدقة من هذا الشخص تحديدا، ويحتاج إلى أن يدعو له. متنسناش بقى يا إخوانا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.